صباح الخير. إذا محطتنا المباشرة الأسبوعية من مرشي مدنين في طلع على الأسعار الخضرة الغلة اللحوم والدواجن. ديما البداية تكون بأسعار الدواجن من المحل هذا اللي هو المحل الوحيد اللي بيع الدواجن في المرشي. دوك دجاج 7200، سكالوب 13800، فخذ دجاج 9800، صدر دجاج 9800، جناح دجاج 4800، كبدة دجاج 12800، كركاس دجاج 5200، كبدة دانت 4800، كتف دانت 7200، فخذ دانت 7800، جناح دانت 7000، وكركاس دانت 4500. بالنسبة للخضرة والغلة لهنا المعدنوس الورقيات كلها ب500، الخضرة واللفت ب1300. بالنسبة للبطاطا، بطاطا بقديش بربي؟ بطاطا بقديش؟ 1600 البطاطا، طماطم 13، والفلفل 3300. الخضرة ولفت لهنا زاد 1300. البرتقال لهنا 2800. صباح الخير. لهنا الجلبانة 3600، التفاح 4500، الورقيات لهنا ب400، معدنوس سلك بسباس وكرافس. البصل هنا بصل اخضر ربطه ب800. التفاح لحلو 5500، طماطم لهنا دينار و80، الفلفل 3300. هنا البصل الاحمر بدينار، البصل الاخضر احمر، دونك فما فرق في الاسعار في البصل، البصل الاخضر والابيض 800 والاحمر دينار. فلفل 300، الطماطم 1300. الأسماك اليوم كما تشوفوا مش برشا في المرشي. نعم نطلع على الأسعار، ناقص الحوت في المرشي. شفت منا هذوكم فارغين هذاك؟ لا يا جماعة، واحد عنده المية مريضة بيعدي. ما انا مش نقص في المنتوج. لا لا هاي Thank you.
شو الأسعار اللحوم؟ لهنا الكتلة تاع عجل 20، أنتركوت عجل 24، هبر عجل 28، مفروم عجل 29، مرقز عجل 20، جدي سنوي 25، وعلوش سنوي 25. لهنا القعود الرضاعي 22 دينار. بالنسبة للحركية ضعيفة برشا في المرشي كما تشوفوا، أما فقط شوية إقبال على الأسماك. لحم البقري 10 دينار، الهبرة 20 دينار. البقري صغير 13 دينار، الهبرة 25 دينار. لهنا الظام والبرقوس والماعز ب 17 دينار، الجدي والعلوش ب 25 دينار. جديد نكيت ولا لا؟ إذن كانت هذه جولتنا لليوم في مرشي مدنين. كما تشوفوا الحركية ماهيش برشا اليوم في المرشي. لهنا كالعادة المهن الصغرى أمام المرشي، كما تشوفوا النباتات الطبية والأعشاب الطبية، اللازول، الملصوقة، الشريح، يعني هذوما الحاجات اللي تتباع أمام المرشي، إلى جانب المحلات القارة لبيع الموالح كما تشوفوا أمامنا وأيضا البيض.